السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ اليوم راح نتعلم كيف راح نفصل الصوت اللي داخل الأغنية، يعني راح نستخلص الصوت من الأغنية أو نفصل الصوت عن اللحن بطرق سهلة جدا عبر هذا التطبيق. تطبيق سهل الاستعمال، يعني تقدر تنزل من متجر جوجل. راح ننقل أول شيء، ننقل للتحميل داخل التطبيق. طبعا نروح ندخل على الملفات ونختار من الموسيقى الخاصة بالجهاز. نختار من الموسيقى الموجودة بجهازك أي صوت، أي أغنية بدك تفصل الصوت لحال تمتر من عن طريق هذا التطبيق. التطبيق سهل استعماله جدا. راح نختار أغنية من الأغاني هاي وراح نفصل الصوت عنها أو اللحن عن الأغنية. راح نختار هاي الأغنية تمام ونضغط فوق موافق. بعد ما نضغط موافق راح نطلع لهون ونشوف جاري التحميل، يعني بدها تطول شوي بالتحميل بس راح تنتهي، يعني شوي بتحميل الأغنية بدها تطول شوي. وبعد ما تنتهي الأغنية راح تحولنا لهون وبدها 14 دقيقة و53 ثانية لحتى تنتهي من فصلهن. راح نستنى 14 دقيقة و40 ثانية وراح نشوف النتيجة. طبعا هين بعد ما انتهى الوقت شوف عزل الغناء عن الموسيقى، راح شغل الصوت. إذا ناويت تروح أبى أفهم وين أروح، تخليني أعيش بعدك بلا وجوه، وإذا عني مشيت وإذا غيري نجيت منو غيرك أنا بلقى. وطبعا رح نقدر نحمل الملف، يعني الغناء بس الصوت عن طريق يعني تحميل الملف بس. ضغطنا وبدأ التحميل، راح يطول شوي بس مو مشكلة، طبعا يعني تقدر تنتظر بأي راح يطول شوي بس عادي مو مشكلة. وطبعا في مشكلة بالتطبيق أخرى الحظ راح حجانها. شوف بعد ما انتهينا من المرة المجانية اللي كانت معنا صارت صفر، راح نضغط شوف على نقر للتحميل، ما راح يطلع عندنا شيء. لا توجد أغاني في محفظتك يرجو مشاهدة الإعلانات، فيقول لك إنه شاهد الإعلان. شوف من هين تقدر تشتري بليرات تركي طبعا إذا معك حساب وهي، أو تقدر تشوف إعلان 30 ثانية وتحصل على نقطة، أو تشارك طبعا بمشاركة أو تشارك عدة أشخاص. راح نشوف اعلان وراح ناخذ مرة مجانية. بدأ تحميل الاعلان، راح ندخل على الاعلان. بس في ملاحظة انه ما لا تلقى الاعلان، شوف 30 ثانية تقدر تلغي بس لا تلغي، لانه اذا لغيت راح يعطيك انه راح تخسر المكافأة. شوف ستخسر مكافأتك، تحط استنى في الفيديو، يعني كمل الفيديو ل 30 ثانية بعدين الغيه وراح تاخذ نقطة. شوف بعد ما انتهى الفيديو النقطة هي عبارة عن يعني مرة واحدة تقدر تستعمل فصل وهي. شوف صار عندنا نقطة، وكل مرة كل ما تروح نقطة تقدر تبدأ من أول جديد، يعني تقدر تروح تبدأ بأغنية جديدة وتفصل كذلك الأمر، يعني نفس الشيء. وهون انتهى الفيديو، وإن شاء الله عجبكم، في أمان الله.